والله اعلم ان اللي انا اكلتها فاكتوري. فاكتوري فاكتوري انا افكر فاكتوري فاكتوري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله. مقطع جديد من داكل خمس شاورمات، واحد مننا مطعم مختلف، لازم نعرف من هذا المختلف ولازم نعرف وين هذا المطعم. اذا عرفت هذا المطعم لك نقطه، اذا عرفت من المختلف فينا لك نقطه. طبعا الشباب مغمضين عشان بياكلون مغمضين، فنبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. 3 2 1 بسم الله بسم الله بسم الله. والله افضل مقطع. طيب يلا بسم الله. انا حطيت شاورما حقتي. كيف انا؟ هذا خبز عربي. هذا خبز عربي. هذه كانه مختلفه. هذه مختلفه. ايش هذا؟ خبز هذه مختلفه. هذا خبز شو اسمه؟ عرفته دائري صاج اتوقع اسمه. هذه مختلفه الخبز. هذا كله خبز. بعدين ما تقمرت هاي زي هذول. لا هذا المتشابه. مو عربي هذا الظاهر مصري. اقول لك شيء. كله خبز لبناني. والله صعب بس مختلف، مطعم مختلف. هذا مطعم. المشكله مو هنا. مين من هو من هو؟ المشكله طعمها والله يعني حلو صراحه. حلو. انا عرفتها. انا احس ماما نوره. المطعم والله تبان بس مو ثم ماما نوره. لا مو ماما نوره. مو ثم ماما نوره. الحين بس السؤال للطرباخ. ايه حلو. شاورما مالحه. ايه شوي مالحه. ايه مالحه. ايه ليمون. ثوم ليمون. ليمون وملح. ليمون ليمون ليمون. ثوم حامض مو ليمون. لا ثوم حامض. لا 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 ليمون. ثوم حامض. ثوم الا ثوم حامض. كان ثوم وياك زي بعض. اي انا وياك زي بعض. ليمون زين ابو ثوم. ليمون ثوم حامض. انا هذا المخلل يا عيال. لانك ما انت معنا. طعم المخلل. طعم مخلل يا عيال. شكلك ليمون. انا عارف ما اكل الساندويتش من تحت يكون مخلل تحت كثير. انت اكلت الساندويتش كلها بس معنى انت المختلف. بعد ما انا مختلف. المخلل ما كان طعم يا عيال. ماني مختلف. ساندويتش انت متخلف. صح. لا خلني مختلف. خلني مختلف. لا يا اخي لا كان فيه مخلل والمخلل طعمه ترى حامض يعني. فكان لا ليمون. لا الدجاج نفسه عليه ليمون. قعد قعد شوف. يلا عطنا اربع. عطنا اربع خيارات. اربع خيارات. اربع خيارات يلا. خيرو. ما قد جربته. ما قد جربته ولا انا. بيت البطيره الدمشقيه شاورما. والله قريب شاورما بس هذا والله قريب شاورما. هذا جليله. معناها انت مختلف. على علاقه. ليش جليله؟ الخبز. بقول لكم شيء. ما عاد ماكل قبل. اقول لكم شيء. هذا حقتي. ايش هذا؟ شيء صدمه صح؟ مو من بلات ابو جد. فرخت فاهم؟ فرخت جيعان رجاك اخذ ادبر نفسي يا صورت مرتين قبل شوي تعال. إذا أنت ماكلها كلها معناها هذا المبوستر. إيه. ليش دخل؟ لا دقيقة. أنا ماكلها كامل. دقيقة وين راح موضوع الخل؟ أنت ماكلها كلها حقتك؟ لا والله ما مداني. أوكي معناها معناها هذا المبوستر. ليه عشان ما كنت كاملة؟ حقتك هذه حقتك. ما لها علاقة. كان طعم المخلل مرة واضح والثوم كثير. لا إيه ثوم كثير. شلون حكمت إن هذه حقتي؟ شلون؟ لأنه هو كلها كلها، هذه حقتي أنا. تراك إن هذه حقتك مي هذه. لا هذه حقتي. المبوستر هو يوسف. حقكم أصول حقكم حقكم. أنت صوت عليه ها؟ ما صوت عليه. بالنسبة للمطعم قلنا خيره. شاورما جليلة بيت فطيرة دمشقية وجليلة. يا اخي خيروا انا ما اعرف الا حقت الفاز. حتى انا ما اعرف. انا مفصولها من الان. انا مفصولها. هذا اللي انا اكلت من مطعم جليلة واثق 100%. كل واحد يقول ايش المطعم حقه. واحد اثنين ثلاثة. شاورما جليلة. جليلة شاورما جليلة. الرد الاول البوستر كلكم جبتوا صح. حلو يا حاطة كل شيء يتكشف. انكم كل النقاط سهل. اما المطعم مرة واحد كلكم جبتوا غلط الا يوسف. احكم انكم اعرف مطعم جليل. خيروا اللي يسمع جليل هذه. والله خير ما قلت لك يا اخي جليل والله لذيذ والله. لا يا جماعه ما عاد بقالنا شيء على ال 2 مليون. خلونا تكفون نوصلها بسرعه باذن الله قريب. باذن الله قريب ونفرح سوا باذن الله. يعطيكم الف عافيه. شكرا. يلا بسم الله. الله ايش يبغى هوايه مويه دربه شو هذا غيرنا مره ثانيه. نصوت احنا مغمضين يا عيال. شكله الوحيد ساكت. شكله مو عند اي شيء غريب. شكله باقي جميل. لا قاعد يرعى. يلا نحطها. هذه مختلفه واضحه. ها ما فيها خصي والله صح. هذه مختلفه يا عيال. يوسف الوحيد كان متلذذ. احنا يعني انا عن نفسي صراحه هذا قال فيها شيء غريب. انا قلت في شيء غريب. هذا قال فيه شيء غريب. الشيء اي لا الشيء الغريب كان خس بس ما درينا انه إيه خس. انا ملاحظ اقول هذا بصل. اي انا كنت اقول بصل مخلل بعدين لا خس. والله صح. فعندك ايش في الخبز حقها كان مره ثقيل وفعلا وما هي حلوه. طب احنا في طعم ليمون؟ لا لا في حاجه عطوا حقتنا قبل شوي. يا لا ما ترى ما ادري اذا انا مبوستر ولا لا. صح لا وين والله فرق. شف ليش لا هذه نفس خبزتنا اللي توقف. ليش دائما واحد تجي مفتوح والباقيين مقفلين كذا؟ ايش هذا؟ احنا لميناها ملمومه. اي ودائما تجي عندي تبقى كذا يعني يوسف سبحان الله لمه لمه كذا. اي لمه. طيب انا اقول خلنا نصوت على المبوستر. بسم الله. 3 2 1 يوسف. سامر سامر يا عيال سامر واضح يا سامر.
شوف أمه واضح ما ذاق خست له فترة. يا أخي تقول حامضة وتقول. ترى هذا ما قال شيء غريب. إيش أقول لك أنا؟ يركز. يا عم القهر والله. خلاص صوته ترى. كل واحد يعرف إيش المطعم حقه. عطنا خيارات خالد. شاورما 360، شاورما، شاورما كلاسيك، شاورما لما. إيه لما ملمومة. إيش هذا؟ شوف شلون عرفتها؟ شلون عرفتها؟ يا الشاش طالب؟ عرفت الامبوستر منها؟ لا عرفت المطعم الامبوستر. وشو مطعم الامبوستر؟ شاورما كلاسيك. اختار انا شاورما كلاسيك. شاورما شاورما طيب بسم الله انا اقول 360. انا بعد 360 والله. انا 360. انا بما انها جت معي لمه وفجاه صار في مطعم لمه فخلنا نروح مع اللمه. ترى يمكن كيس يمكن عادي عادي اهم شيء القافيه تكمل. انا شاورما شاورما. حكم عطنا النتائج. الامبوستر ولا احد منكم جاب صح. واو مين؟ احمد احمد ما ادري الاهبل. الله يشغل عدوه. لا نقطة الحيوان. الله يشغل عدوه. لمه لمه. هذا حقتي. معك خس؟ لا. عطنا المطاعم الحكم. المطاعم. تامر غلط، احمد غلط، طربخ غلط، معاه غلط. ونعم. مع يوسف احمد صحيح. شاورما. شاورما. كلكم. يلا. شاورما. يلا. شاورما راح يحطون خلفكم. صح عليك كلاسيك شاورما. هذه حقتي. لا 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 لو هو قالها. هذه حقتي. كلكم يا عيال واضحة شاورما، تقول لي خس ما في. يلا بسم الله نبدا ندوق. يلا يلا واحد اثنين ثلاثة. هذه لمة. اصبر ضيعتها. بسم الله. طعم الشوي طاغي صح يا عيال؟ شوي شوي اجل اوكي. فيها طعم مميز. اي 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 لذعة لذعة. لو لو الخبز اسمع لو الخبز ابعه قلت ما من ورا. لا وين حرام عليك. والله بعيد. يلا اكشفوا بسم الله. هلا بالشباب. امبوستر. امبوستر. ليه ليه ليه؟ مامنور اجل هي الوحيدة اللي مين مفعوصة. امبوستر. المشوية المشوية. امبوستر. لا لا انا زيه. امبوستر. يا في واحدة انتين. يا عيال قام يمدح الثوم حقتنا ضايعة. يا في اثنين امبوستر. حقتنا ضايعة. كيف في اثنين امبوستر؟ لا لا هذه وهذه نفس الشيء وهذه وهذه وهذه. اي هذه هذه الأربعة نفس الشيء. هذيك 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 كلها مامنورة. كيف كيف كيف؟ هذيك كلها مامنورة هو اللي قالها. بقول لك شيء بقول لك شيء. انا يوم حطيت شاورمتي شاورمتي كانت مفتوحة. انا متأكد شاورمي حقتي ما كانت فيها كثير يعني مو هذه اوكي؟ اثنين كانت مفتوحة يوم اني احطها اوكي فهذه شاورما حقتي حبيبي انت هذه مو انا مو انا مو انا الا هو اللي كان يا اخي اقول لك ليش اقول لك ليش انت بقول لك شيء بقول شيء واحد يقول لو اني ذا بقولها ما منوره ما منوره اللي انا اكلتها البعد ما منوره والله حقتك احلى من اللي عندنا طب بس اللي عندي ضايع انا اقول انك منت بامبوستر اوكي وكلت مثل حقتنا حلو هل تقيم حقتنا اللي انت كلتها مثل ما من وراه قريبه مره من انا قلت لك انا قلت حلوه قلت سؤال اي اي بس دقيقه اي بس انها لا لا عايز خلي اسمع تبريري مو مقبول الشاورما لذيذه قلتها بس ان الخبز حقتها اي مخربه لو الخبز ابعى قلت لك ما من وراه يعني مثل ما من وراه لا فيها نكهه ما بس فرق الثوم حقها قريب مره اسمع اعيدها يا شيخ اسمع صوت علي صوت علي صوت علي مو بنا يلا انا صراحه ذقته امبوستر لانه قيم حط اصلا هذه مفروض يعذب عليها مفروض نمسك في زاويه ونلحطه يحط هذه زي ما مره مفروض لحطه والله ما هذه ترى شينه في 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 السي في حقك في الاكل شينه صح صادق بقيم حتى لو انك انت مبسط غلط في حق شاورما طيب صوت تصويت صوت بس دقيقه انا ما انا والله ما اعرف صراحه اقسم بالله ترى صوت على نفسك يمكن الاعداد سامعك يلا يلا صوت يلا 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 دقيقه 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 بصوت 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 على الظريف هذا بصوت عليه يلا يلا بصوت على الظريف يلا يلا انا ما اعرف من بس صوت على الظريف اللي يلا 3 2 1 يلا صوت كلنا عليك انت الوحيد كلهم علي الا انا على ثامر هالمره على الامبوستر صدق طب اقول لك شيء انا الامبوستر دقيقه حكم من الامبوستر لا 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 باقي مطاعم مطاعم لا باقي مطاعم شاورما منوره شاورما هليل شاورما اللؤلؤه شاورما البيك والله البيك بيك ما قدك تشوف هذا البيك اي البيك شكله هذا البيك ما قدك تشوف متهم هذا البيك هذا البيك ما قدك تشوف إذا 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 أنا نفس اللي كلته تو هذه نفس ما منوره أو يمكن أنت ما منوره صح يمكن أنا ما منوره ترى صدق ما أدري نختار أنا منوره أنا البيك يلا قلت البيك أجل ما منوره وأنت ثامر البيك أنا والله بقول هليل إني ما أعرفه ما منوره أنا البيك هليل بالنسبة للبوستر من أول ما شافها عرف إنه بوستر أحمد أوف أوه لعين الوحيد اللي عرف إنه بوستر من قبل أوه اوكي اسم المطاعم اربع هليل واحده الاولى لا صح علينا يعني نياك لا مين لا بس صح يوسف صح يس ماما نوره علي نفس ثومه والله نفس يمين بالله مستحيل وين حقتي وين حقتي اللي في النص حقتي في النص صح شفت
امام نور يحمص كذا. دقيقه بقول لكم شيء، ما توقعت اني انا احمص صراحه. حمت بلنا ندى. يلا بسم الله. اه هذه واضحه. هذه ايزي. عاد يسحب كلامي عن اللي كان في الجوله اللي راحت. ايه اسحبها الله يرضى عليك بسرعه. اسمع اسحب وجهي عاد اثبت بعدين. يلا 3 2 1 ما شاء الله جاعوا فجأة اكلوها. هذا ليه كذا؟ يا الثوم حقهم مو طبيعي. مو طبيعي خرافي. اتمنى الخيارات تكون ثنتين خيارين. لانه واضح هذه. ترى اعتذارك ما كفى. من هذا المنبر اوجه اعتذاري لكل الناس اللي يحبون ماما نوره. محبين استعجلت. محبين ومحبين. انت لا تغششني مالك روح. اوكي محبين ماما نوره لان كنت جايع قبل شوي وكانت ثوم حلوه. ليل هو ليل كنت مخطئ. اي مخطئ وانا اعتذر. كنت طائش شاب طائش وكنت تحت ضغط تصوير وكان ثامر جنبي. كنت هذه الحاله ضغط كنت في الهواء والتصوير كل شيء. والله صح. وقل لي شكرا شكرا من الناظر. شكرا 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 ثامر على روح روح على شكرا ثامر شكرا على ثامر 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 على على الحفاظ على محبين ما منوره. شكرا محبين ثامر على حفاظ ما منوره. هذه طلعت لا طلعت شيء ثاني طلعت. ندخل في الليلة. بسم الله بسم الله. ما منوره ما منوره ما منوره واضحة صراحة. شيء مرة متعب. وش في ذا قام على طول بسرعة كذا؟ من البوستر. وش هذا؟ من البوستر. مهرج على طول قام من البوستر. ايش هذا؟ ايه لأن عرفنا ما منوره. من البوستر. أحمد واضحة. احمد مين؟ انت الحين ما شاركت ولا فعلت ولا شيء. يا هذه صح؟ قاعد اكل من الجوع. الثوم حقها رهيب. استهبل. قسم بالله كذا احس اسفنجه. صح؟ ايه ايه كنا غيمه. ايوه ايوه كذا. ثامر ايش ساكت؟ قاعد احاول اكتشف وش المختلف. المختلف ثامر منقهر ليش ما جاني من والله؟ برضو يمكن صح؟ اعتقد هذه. هذه هذه ايش فاضيه؟ اه ناشفه صح هذه. فاضيه هذه ما في شيء حتى ثوم. ايوه هذه. هذه هذه ناشفه. ايوه فاضيه. هذه ناشفة. طيب هذا هذه مو قضيتنا. طيب انه جالسه عندك هي. طريقه الاكل هذه طريقه الاكل هذه طريقه الطبخ في الاكل يعني ياكل سندويش بميلان كذا ما ادري شوف كيف. فهذه هي انت البوستر بنظري. متى اكل تحليل بعيد المدى خلاص. لا لا مخطف ما منوره ميلان. لحظه لحظه عاقب عاقب الاعداد وما اعطاه ما منوره. شلون شفتني اكل شاورما وانت مغمض؟ ما شفتك. اعرفك عادتك اعرفك ما عمرك كنت شاورما معك. ايش ما شفتك بدا يجحد الصداقه. ايه والله ما كنت كل شاورما معك. قوم اعتذار. والله ما كنت حبيبي ما كنت كل شاورما معك. ايش زعلان بوستر مني بمركه. والله ما قد كلت شاورما معك. تراك الغيته من البنطه الغيته. هذا فخ الغاء. والله كنا مركه شوي. قل ما شاء الله ما شاء الله حلو والله فاضيك. انا طيب يلا بسم الله. لا صوت ولا شيء. الامبوستر الامبوستر والله صراحه صعبه مره. 3 2 1 ثامر ماذا ما منوره ما منوره ما في خيارات؟ لا يوسف بغير هذه يوسف هذه بغير هذه مين ما منوره. بنحط الان خيارات للبوستر فقط الباقيين ما لهم خيارات. اتفقنا؟ لا بتطلع من البوستر ويقلع بنقوم كلنا نعتذر. لا البوستر والله ما منوره ما منوره ثم نقوم نعتذر كلنا والله. لا بس هذه حلوه والله انتم تعتذر. لا هذه هذه لا هذه جسم. يلا يلا هذيك زله هذيك زله مره. يلا اخطيت. شاورما لندن ما منوره جليله خلاص ما منوره لؤلؤ. الحين اللي يشوف نفسه مبسر فقط يجاوب. اي انت كلكم قبل شيء قلتوا ما منوره صح؟ اتوقع انها جليله. بغير انا انا والله على كيفك. والله ترى لندن ما قد دقتها. يمكن لندن ما ادري ايش لندن ما ادري ايش لندن والله بس لندن ما منوره ما منوره ما منوره ثلاثة منورة. جاهز بعد اعتذار. تفضل تفضل اعتذار اعتذار. اعتذر اعتذر, أعتذر. دقيقة يلا يلا قل قل اعتذر. دقيقة انت بعيد ارفع صوتك او اوقف. اعتذر الله يقلع الحين انا اللي كتبت غلط. يقلع من القهر. يقلع من القهر. ايه اعتذر لكل لكل جمهور ترى ثوم هنا في كميه ثوم. اقعد. اعتذر اعتذر لكل لكل جمهور جمهور الشاورما ما منوره.
ما من ورا. الحين وقت الدمعة، وقت الدمعة. إيه بس نعم بسرعة. حبيبي أنا كلي ثوم ما في دمعة. ما في دمعة. أسمع. أعتذر لكل جمهور ما من ورا. لكل جمهور ما من ورا. وأعتذر. وأشكر ما من ورا على الإبداع. ما في شكر، ما في شكر. لا أنا ما يستحق أعتذر يعني لازم أشكر. لازم يري. أنا ترى بالخير صلاة دين. خلاص اسمع. جزاك الله خير. قاعد كلكم غلط. شاورما اللي دكتوها هي شاورما جليلة. والله الزبدة يا عيال. والله حلوة. وإذا جابها مرتين ذا. قم اشرب تبارك الله. سمعني الامبوستر. أنت الامبوستر. يس 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 أرقم أرقم. قم قم. أرقم. الإجابة صح من امبوستر المطعم يوسف أحمد. دقيقة أنا أعتذر للشباب لأني قلت أنه بس دثومهم لذيذ والله. يعني أنت فوقها ضايق شيء غير. والله لذيذ أقسم بالله أنا لذيذ مرة. وش رايك هو؟ ايش هذا؟ ايش مطعم؟ اسمع هذه حقك يا اسلم برا 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 بس برا برا انت والله غلط ان المقطع هذا تدري لان السمعه سيئه لك انت احنا نحبك عادي عادي اذكرك يلا بسم الله نروح اللي بعده بسم الله هذا اخر راوند يا جماعه نعد لين ثلاثه وناكل بسم الله يلا واحد اثنين ثلاثه حسيت اوه يا ربي ايش هذا؟ بس هو خلاص هوم بوستر هوم بوستر هوم بوستر رباح باب قلين ترى كل من حق الصفحة واضح انها حلوة اشكر الاعداد على الهنت الحلو المبسر هو ترباح متلذذ متلذذ جدا ترباح يقول ماما نورة ماما نورة يلا يا ما شاء الله تبارك الله يا هل ترباح ياكل بميلان بميلان شوف شوف بميلان بميلان والله فعلا بميلان ياكل بميلان ليه طبخ فار انا فار انا اجراني عنك تاكل يا ابوي مو انا اي طيب خير ان شاء الله والله انا بديت اتخذ يوسف احمد والله انا يوسف ما كل 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 كومنتات يا ادمي ما قد كلت معك شاورما ايوه بسبوسه وش رايك فاهم؟ انت تاكل برجر ما تاكل كذا انت انت تاكل كذا هو يصيد الدجاجه عرفت؟ ايوه والله خسب خله خله الدجاج ايوه الناس الطبيعيه تشيل هو لا يتبع طيب لو بتقيمها من واحد لعشره كم تقيمها؟ 10 ايه ها؟ كيف؟ هو صادق؟ 10 يعني اكلتها 10 من واحد لعشره 10 زين 10 زين 5 انا واحد واحد والله نص اللي اكلته الان والله خمسة خمسة ثلاثة اثنين انا الله يكون في عونه انا من كتيبة يوسف احمد وما يقول يوسف احمد يوسف وين تبغى نروح؟ على الضغط كذا وين نروح انا يوسف؟ ترى وين نروح؟ يلا انا مع يوسف وين انا مع يوسف لا لا امسك اسمك يوسف وين تروح يوسف؟ يوسف امسك اسمك يلا يوسف يا رب ما يصير حادث صوت علي صوت علي يعني صوت على مين طيب؟ مو انا صدق صوت على مين؟ لا ادري والله صوت عليه يمكن يسوي حركه كثير ما سويت شيء طب اسال يلا صوت عليه يا يوسف يا رتب طيب المطاعم في خيارات؟ اي يلا عطني خيارات اهليل شاورما كلاسيك شاورما فاكتوري ما من ورا لا مستحيل فاكتوري ما من ورا فاكتوري يلا بسم الله تصويت جاهزين؟ يلا وش وش ال مغلط مغلط ترى مغلط يلا مغلط يلا يلا اوكي انا فاكتوري كلاسيك يا عيال لا يا عيال بأحمد 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 يا عيال والله أعلم أن اللي أنا أكلتها فاكتوري 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 أنا أفكر فاكتوري 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 هل سوف يخرب ستريك؟ بالنسبة للبوستر ظلموك واي فتى ظلموك افوق ترباح بوستر يس 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 نظرية المايل صحيحة اعتذر اعتذر والله اسمع اقسم اني هضيتها كذا عشان اركبها فيه انا كنت اقول العيال ما قاموا يتكلمون وانا ساكت حقتي حلوة حقتي حلوة كرميتها انت كان قلت اللي هو ايش يسوي عضها على جنب وحطها في يوسف من حفر حفرة اللي في وقع الله من الغبنة والله كلاسيك يا ماما نور وشكلها ماما نور حلوة كانت بتعتذر كلاسيك لا كلاسيك لا ماما نور ماما نور باردة او كلاسيك واحدة ثنتين كلاسيك كلاسيك والله اتوقع طيب تعمل يا ربي ومعاد ويوسف احمد كلهم غلط تبعت الرجل الصح صح غلط
كذاب يا اخي حسبي الله ونعم الوكيل. يا شيخ يوم جينا معك خربتها. تعال تعال اجلس تعال اجلس نحس تجيها نحس تجيها نحس قلت لكم بغلط مبزره والله مبزره خرب الستيك والله غلط وش هي؟ جيت فاكتوري انت جيت فاكتوري اي صح غلط المشكله كذا شاورما قبلها وش هي؟ مختلفه كليا ما فيها ثوم حلو دي مش اقلب محمد صح؟ اه لي لي نعم علينا يا عيال ثوم ما هو زي الاول يعني انت كلتها مرتين اي ولا جبتها كم كملت اللي هذا طرباخ ياكل وهو جوعان ما يفكر لا لا معليش معليش هليل اقسم بالله ما بنفس كذا لا والله وانا لا تعال كلها انا كنت يا حبيبي تزمه انا كنت اثق بذوقه الان ما اثق لانه بس يبغى ياكل يبي ياكل بالعافيه لا اهل ثقه يلا النقاط اعطونا نقاط كلها ومن فاز طبعا اكيد انا الاخير والله يطلع من حاله في المركز الثالث والذي سقط من عرش ملك الاكل الى المركز الثالث مكرر ثامر واحمد اوه الثالث هلا بأهل الرياض متوازنين يا أهل الرياض لا 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 هذا كان ساكن يعني هلا والله انا من اهلك بدك بارده طيب اللي بعدهم المركز الاخير المختص سابقا بمطاعم الرياض حاليا في اسفل الترتيب طرباخ احيلوا للتقى والله ضايع ضايع نقطه والله اني ضايع اضيع شيء احيلوا للتقاعد برا 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 هذا لا تتزوج بكم ليش اللي شارب غمض 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 والله الدايت لا تسوي دايت الدايت دمرني كلها ممنوره كلها حلوه لاني دايت في شهر دايت ما اكل شاورما منطقي والله حلوه في معلومه النقطه الوحيده كانت عن طريق الامبوستر وهي بالاكل على يوسف اول شيء ايوه صح 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 يعني لحظه يعني الاول والثاني ناس ما هم ساكنين في الرياض اصلا خير ولا قد عاشوا بالرياض يا انا يهو جدد جدد في الرياض جدد جدد دقيقه يا انا يهو اسمع اسمع الاسطوره الاسطوره يعني هو دوري انا اقول لي بس انت متواضع بس انت عليه دوري يا ربي انه منه ومنه ما له شيء يا فنان والله صدمني صدمني والله صدمني والله فنان والله صدمني ولا مطعم ما شاء الله اكيد الاخير احنا ما احنا من اهل الرياض لا 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 اسكت ما اسكت اسكت ما تعدى لا تقول لك اشتراكك على المسطره ارد لك ارد لك ما شاء الله بكره وش تتغدى؟ بكره فهمت؟ وش غداك بكره؟ وش ناكل؟ بخاري بخاري خلاص وين ارسل لنا واتساب اكتب على صوت